وطبعا انا اول فيلم في حياتي اصلا ان انا اقف قدام كاميرا، اول مره امثل لسه ما عملتش حاجه، كان برضو مع عادل امام في فيلم امهات في المنفى. بس انا كان يعني انا دوري كان مع ممثلين اخرين، كنت بقف قدامه في 3 4 مشاهد بس، والباقي كان مع محمد لطفي. فكنت فرحانه جدا بال3 4 مشاهد اللي عملتهم برضو مع الفنان الكبير عادل امام، فاول مره في حياتي امثل. فهو ليه عندي كتير الحقيقه، يعني بحبه بشكل خاص جدا، وبحبه كفنان، وبحبه بشكل انساني جدا جدا، وبحترم الافكار اللي اشتغل عليها عادل امام. يعني عادل امام اذا كنت حضرتك النهارده بتقول لي انت عملتي قلبان بطلوع الروح، أيوة. ويمكن عشان ده عمل بيحارب الارهاب، صحيح، اول واحد حارب الارهاب في السينما كان عادل امام بمنتهى الشجاعه، بمنتهى الشجاعه، ده حقيقي. فهو احنا تلامذة ليه، يعني كلنا لما بنعمل حاجه حلوه احنا تلامذة لعادل امام، احنا بنتعلم منه، وهو قدوه كبيره لينا. والوحيد اللي قدر يعمل المعادلة ما بين انك تقدم فن ليه قيمة وليه رسالة، وانه يبقى جماهيري جدا وتجاري جدا ويجيب ايرادات عالية جدا. ما حدش عارف يعمل ده يمكن في تاريخ السينما كلها غير عادل امام. يعني كانوا دايما يصنفوا ده فيلم جماهيري وتجاري، وده فيلم للمهرجانات، أيوة. والنقاد. عادل امام عارف يعمل الاثنين في واحد، ودي معادلة صعبة مش اي حد يقدر يحققها، وحقق نجومية يعني أكتر من 50 سنة برضو ما حدش قدر يعمل ده. فهو في كل الحالات هو حالة متفردة فنيا وإنسانيا، ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه لينا. وفنه أسعدنا كتير، إحنا بنشكره على الفن العظيم اللي قدمه لنا.